السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب بوتسوانا بإذن الله تعالى. المباراة ميعادها اليوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024 بإذن الله تعالى، بوتسوانا في مواجهة منتخب مصر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس اسمها إيه لكأس الأمم الأفريقية أو أمم أفريقيا 2025 في المغرب. بوتسوانا في مواجهة مصر بإذن الله تعالى. المباراة معادة الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة. في موقع واحد بس كاتب إن المباراة معادة 7 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة. نكمل بقى مع التوقيت اللي كل المواقع كاتبينه. المباراة معادة الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة. السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات سلطنة عمان. الساعة 3 عصر أو مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 2 ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 1 ظهرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. بوتسوانا في مواجهة منتخب مصر. القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 4 الرابعة، والمعلق علي محمد علي. الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا. متابعينا الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.